دخل 18 دبلوماسيا من 14 سفارة عربية في الصين ومكاتب تمثيلية لجامعة الدول العربية بالصين يوم الثلاثاء، دخلوا إلى مدرسة شانهاي للحزب، المدرسة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك للتعرف على تاريخ وخبرة الحزب الشيوعي الصيني وكذلك تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين الجانبين. وقد قال الدبلوماسيون العرب إن تجربة الصين التنموية تقدم دروسا للدول العربية، وفرصة زيارة شانهاي هذه ثمينة للغاية. لقد تعرفنا على كثير من الأمور التي كانت مبهمة لعدد كبير من الدبلوماسيين الذين يعملون في بكين. يعني صار هناك وعي فيما يتعلق بالحزب الشيوعي الصيني، هناك توضيح للخطة الخماسية التي طرحها مجلس الشعب الصيني وفي المؤتمر الوطني والدورة 14 لمؤتمر الشعب الصيني، صار هناك توضيح للخطة الخماسية والتي ستنتهي في عام 2025. صار هناك وعي وتوضيح لهذه الخطة. لقد ساهم الحزب الشيوعي الصيني في كثير من المساعدات في جميع الدول التي بحاجة أو التي تربطهم به علاقات وطيدة وصداقة. العالم كله يشكر الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني لوقوفه إلى جانبهم في مكافحة هذا الوباء. قدمت مدرسة الحزب التابعة للجنة الحزب لبلدية شانهاي للدبلوماسيين كتاب شي جي بين حول الحكم والإدارة، وقال الدبلوماسيون إن العديد من الآراء التي طرحها الرئيس شي جي بين متقدمة للغاية، وإن نقطة انطلاقه ليست فقط لصين أفضل ولكن أيضا لبناء عالم أفضل ومجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. يعني أنا الكتاب قرأته، اطلعت على الكتاب في السابق، وهناك كثير من الأمور التي أطلب أو التي يجب على كل دبلوماسي أن يطلع على هذا الكتاب. الكتاب يتعلق بإدارة الحكم الحكيمة للحكومة والرئيس الصيني للصين لجمهورية الصين الشعبية. هناك كثير من النقاط المهمة التي تتعلق في إدارة الحكم، هناك كثير من الأمور التي تتعلق في مئوية الحزب والنهوض بجمهورية الصين الشعبية إلى الرخاء والتنمية والتعرف على والانفتاح للعالم والتعرف على حضارات الشعوب الأخرى. هناك كثير من الأمور التي يجب أن يطلع عليها الدبلوماسيون والباحثون وغيرهم من الذي يهتم بالشأن الصيني، لأنه مهم جدا هذا الكتاب.